بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة محمد يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما المقصود بالفتنة، وما صحة أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهل لها أنواع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتنة في الأصل هي الاختبار والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فالله يفتن العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. يبتلي العباد ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه. فالفتن هي التي تجلي الناس على حقائقهم، ولولا الفتن ما تبين المؤمن الصحيح من المنافق والكاذب من الصادق. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه هي الفتنة. تكون الفتنة في الدين والعقيدة، تكون الفتنة في المال، تكون الفتنة في الأولاد. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالله جل وعلا أخبر أنه يبتلي بالمال، يبتلي بالأولاد، يبتلي بالأزواج، يبتلي بالمصائب والمكاره، لأجل أن يصبر الإنسان على دينه ويثبت على عقيدته، ويتبين الكاذب الذي لا يثبت على دينه ولا على عقيدته. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل آخر حفظكم الله يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما هي المعاني السامية في هذا الحديث النبوي؟ هذا حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم النعمة التي على العباد: نعمة الأمن في البيوت والبلاد، ونعمة الرزق، ونعمة العافية. إذا اجتمعت هذه الثلاثة، الأمن في سربه أو في سربه، أي يعني في بيته، آمنا في سربه، معافا في بدنه من الأمراض، ليس عنده أمراض وأوجاع تقلقه تزعجه، عنده قوت يومه، قوت يومه وليلته، عنده غداه عشاء. هذا كأنما حاز الدنيا كلها، هو وملك الدنيا سواء، لأن الملك ليس له إلا هذه الثلاثة: طعامه وأمنه في بيته ومعافاته في بدنه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وهذا يستوجب منا أن نشكر الله على هذه النعم، لأن كلها متوفرة عندنا والحمد لله. آمنون في بيوتنا وبلادنا، معافون في أبداننا، عندنا رزقنا وأقواتنا. الواجب الشكر. الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رادا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما معنى ولم يلبسوا إيمانهم، في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي
لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني شرك. المراد بالظلم هنا الشرك، مثل قول لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم. والشرك هو أعظم أنواع الظلم، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وظلم العباد وهذا لا يغفره الله حتى يسمح بمظالمهم وحقوقهم أو يؤديها إليهم، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي وهذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذبه بذنوبه إذا كان هذا دون الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة أيضا، بارك الله فيكم. هذا يقول: زوجتي من عاداتها تلعن وتسب أولادها وتدعو عليهم تارة بالقول وتارة بالضرب عن كل كلمة صغيرة وكبيرة، فما هو توجيهكم لها؟ بارك الله فيكم. أن تصبر وأن تحسن أخلاقها وأن ترفق بأولادها، ولها في ذلك الأجر العظيم. وأما الدعاء على أولادها فلا يجوز، ولو غضبت لا تدعو على أولادها، لأنها ربما تصادف وقت إجابة فيستجاب دعاؤها عليهم فتندم على ذلك. قد جاء الحديث في النهي عن الدعاء على الأولاد لئلا يصادف وقت إجابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات السائلة تقول: هل يجوز البكاء على الميت؟ نعم، البكاء على الميت ليس باستطاعة الإنسان، وثم أيضا هو رحمة، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم لما مات، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الكلام على القول، وما يتكلم بكلام سيء وتسخط وجزع، ولا يفعل فعلا سيئا كلطم الخدود شق الجيوب. والقول المحرم في المصائب هو النياحة على الميت، هو من فعل الجاهلية، فهذا هو المطلوب من المسلم عند المصائب أن يصبر. نعم. وتقول: وما صحة حديث إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ لا، ما ورد هذا، إن الميت لا يعذب بما نيح عليه، النياحة عليه. قالوا إذا كان أوصى قبل أن يموت بأن ينوح عليه يعذب، لأنه أوصاهم بذلك. وقيل ولو لم يوصهم لظاهر الحديث، لكن معنى تعذيبه أنه يتألم من هذا ويتضايق في قبره. نعم. أحسن الله إليكم. أم أحمد من الرياض تقول: خوفا من الطلاق الذي انتشر بين الشباب في بعض الأحيان، تقول: ما هي الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها؟ وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله عز وجل؟ نعم، الطلاق كثر وله أسباب من قبل النساء، لأنهن يسئن في حق أزواجهن ويتطاولن عليهم ويخرجن بغير إذنه، وغير ذلك من حقوق الزوج التي تفرط بها الزوجة ولا تؤديها، فالزوج يطلقها لأنه لا يريد الإقامة مع زوجة ليست تحت رغبته. وأما التي ترفض الكفء الصالح لها هذه مخطئة، وهذا فعل لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا وعيد شديد، فتنة في الأرض وفساد كبير، إذا لم تتزوج الفتاة ضاع عليها شبابها ورغب عنها الخطاب، إذا لم تتزوج الفتاة تتعرض للزنا، تعرض للفاحشة، إذا لم تتزوج الفتاة فلا إنها لا تجد من ينفق عليها ومن يقوم عليها، إذا لم تتزوج الفتاة فمن الذي يصونها ويحميها ويحافظ عليها، يحصل مفاسد بعدم الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية من سؤالها: يتحجج بعض الآباء بعدم تزويج ابنتهم لأنه لم يأتي الرجل الكفو. الله أعلم بذلك، ما هو الكلام على قوله فقط، الكلام على الحقيقة، إذا كان لم يأتي كفو هو معذور في هذا، أما إذا كان أتاه كفو ورفضه من أجل طمع الدنيا أو من أجل العضل فهذا حرام عليه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض فساد كبير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عمر من جدة يقول: ما الفرق بين التحديد والتنظيم بالنسبة للنسل، وما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم،
خوفا على الأولاد من فساد المجتمع. تحديد لا يجوز إلا لعذر يقرره الأطباء أن على حياتها خطر من الحمل، حينئذ يمنع الحمل إبقاء على حياتها ودرءا للخطر. وأما التنظيم بأن كانت تتألم من كثرة الحمل المتوالي وتريد أن الحمل يتأخر عنها، عند الحاجة لا بأس بالتنظيم إذا كانت بحاجة إلى التنظيم نظرا لصحتها وتحملها للرضاع والحضانة، إذا كان التنظيم لحاجة فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: إذا عقد رجل على امرأة وخلى بها ولكنه لم يجامعها ثم طلقها، فكم تستحق من المهر أو الصداق؟ تستحق المهر كله لأنه خلى بها، مجرد الخلوة بها هذا يقر عليه المهر كاملا، وهذا قول الخلفاء الراشدين وجمهور العلماء. نعم. ولو لم يجامعها، خلوته بها استباحة لها، حينئذ يتقرر عليه المهر. نعم. إذا مات زوج المعتدة من طلاق رجعي فهل ترثه وهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم لا؟ نعم يلزم الأمران أنها ترثه لأنها زوجة، ويلزم عليها عدة الوفاة ابتداء من موته 4 أشهر و10 أيام، وتنتقل من عدة طلاق إلى عدة الوفاة. نعم. هذا أحد الإخوة أبو إبراهيم من المجمع يقول: بعض الناس بعد الأكل في مناسبة أو غيرها يجعل ثواب هذا الأكل لفلان أو فلانة من الموتى أو للوالدين، ما صحة هذا العمل؟ إذا كان الأكل قدم لمحتاجين فقراء ونواه للأموات أو لأقاربه أو غيرهم من المسلمين فلا بأس بذلك، هذا من الصدقة والصدقة تنفع الميت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: حكم خروج المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من التدريس أو التمريض أو مراجعة المستشفى من أجل المواعيد للكشف على صحتها المرضية؟ إذا كان عندها موعد في المستشفى فإنها تخرج بالنهار للموعد لئلا يفوت عليها وبحاجة إليه، وأما خروجها للعمل وهي في عدة الوفاة فإن كانت بحاجة إلى العمل لأن ليس عندها النفقة بحاجة إلى الخروج للعمل فلا بأس بذلك، لكن يكون في النهار لا في الليل. نعم. محمد العتيبي من الجبيل يقول: الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث طلقات، وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، أما إذا كان بغير لفظ الطلاق فهو الخلع. قد اختلف العلماء هل يعد من الطلاق أو هو فسخ، على قولين: المذهب أنه فسخ وليس بطلاق، لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف، تسريح بإحسان، وإلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له، فذكر أن الطلاق ينتهي بالثالثة، الطلقة الثالثة، ويكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، بينما أنه ذكر الخلع في أثناء ذلك لم يحتسبه من الطلاق، دل على أنه ليس بطلاق، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للطلاق بعد جماع، ما حكمه؟ هل يقع؟ يقع الطلاق، هذا يصير بدعة، الطلاق بدعي، في طهر جامعها فيه أو في الحيض، إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في فترة الحيض أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا بدعي، إما في العدد وإما في الزمان، لكنه يقع على الصحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه، وكونه أمره أن يراجعها، الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: صلى رجل صلاة المغرب وبعد تكبيرة الإحرام تذكر أنه على غير طهارة وبقي وصلى مع الإمام، وبعد الصلاة خرج وتوضأ وأعاد صلاة المغرب، وحجته في ذلك عدم أن يقطع الصفوف، ماذا عليه؟ لا يجوز له هذا، أن يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، هذا لا يجوز، شدد فيه بعض العلماء، فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة، أن يخرج وإما أن يجلس، صار ما له طريق ولا يتخلص من الخروج يجلس لا يستمر في الصلاة. نعم. أبو عبد الكريم من الرياض يقول: ما المقصود بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا ثناء على الله جل وعلا تبارك، وتبارك يعني تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة تنال بذكره سبحانه وتعالى وتطلب منه. تبارك الذي بيده الملك، هو الملك المطلق، وما عداه من الملوك فملكهم محدود وهو عارية أيضا ينتقل منهم إلى غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء. فالملك المطلق هو الله جل وعلا الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى. وأما ملوك الدنيا فهذا الملك مؤقت، وهو من الله عز وجل منحهم إياه، وهو القادر على أن يزيله منهم إما بموت وإما بأن يسلط عليهم من يتغلب عليهم ويزيل ملكهم. الذي خلق الموت والحياة، الموت والذي هو العدم قبل الحمل هذا يسمى موت، وكذلك الموت بعد نفخ الروح في الإنسان، هذا خروج الروح منه من جسمه هذا يسمى الموت، وقبل أن يخلق هذا يسمى موت أيضا. فهو بين موتتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا. فخلق الله الموت والحياة لحكمة، وهي ليختبر العباد أيهم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، لأن العبرة بالحسن وليست بالكثرة. ولا يكون العمل حسنا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدع ومحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد من أبها يقول: فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، ماذا تقولون للأبناء والبنات للعناية بالوالدين عندما يكبران بالسن، حيث أنهما يواجهان شديد العقوق منهما؟ الله جل وعلا أمر ببر الوالدين مطلقا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وأوصى بالوالدين الكبيرين وصية خاصة لحاجتهما عند ذلك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل له هما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهم الآن احتاج لك لتبر بهما لكبرهما وضعفهما، وتذكر حالتك يوم أن كنت مولودا لا تملك لنفسك شيئا، وقد قام عليك وتعاهداك وصبر عليك حتى كبرت، تذكر هذا فرد الجميل عليهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صلاة الوتر في الليل، يقول: من أخرها إلى بعد أذان الفجر ما الحكم؟ لا يجوز تأخيرها إلى بعد أذان الفجر، أن يخرجها عن وقته. إذا طلع الفجر وهو الفجر الثاني المعترض فإنه ينتهي وقت صلاة العشاء، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك، لأن هذا إضاعة للصلاة، هذا تفويت للصلاة. إذا تعمده فلا تصح منه ولو صلاها، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها لا تصح منه ولو صلاها، لأن الله لا يقبلها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا إلا لمن يريد الجمع، من يجوز له الجمع، جمع التأخير، أي يؤخر الأولى إلى الثانية فيجمع بينهما جمع تأخير، أو يقدم الثانية ويصليها مع الأولى جمع تقديم. أما أنه يخرجها عن وقتها من غير عذر الجمع فهذا لا يجوز ولا تصح منه الصلاة أيضا، إنما عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل. نعم. المستمع فؤاد محمد من الدمام يسأل أيضا عن صلاة الضحى حفظكم الله، متى تبدأ ومتى تنتهي وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، تبتدي من ارتفاع الشمس في درمح بعد شروقها، ويستمر إلى أن تقف الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس إلى أن تزول الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وعددها أقله ركعتان وأكثره ثماني ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.